استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مقرا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة يؤوي الآلاف من النازحين. وأعلنت الجمعية في بيان أن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية، مشيرة إلى أن هذا المقر كان بالأساس يعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود. وأضافت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة اعتقال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة.